السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الحالة اللي قدامنا ده مولود نازل عنده تقوس في العمود الفقري. العمود الفقري عنده كأنه مقطوم تماما، كأنه مكسور. في حالات تقوس العمود الفقري بعد الميلاد بالظبط، لو المولود قادر ان هو يقف على رجليه زي في الحالة دي، طبعا هو كان نازل ما كانش قادر يقف على رجليه خالص، ولكن رضعته انا السرسوب بسرنجة بحيث ان هو يسترد نشاطه بس في البداية، وبعد كده اصبح قادر ان هو يقف على رجليه. طبعا مولود بالشكل ده عمره ما يقدر يكمل حياته بالشكل ده، كل ما وزنه ما يزيد كل ما يضغط على العمود الفقري ويسبب مشاكل. طالما ان هو قادر يتحكم في اطرافه الخلفيه، في الاقدام الخلفيه، واذا فالحبل الشوكي اللي هو الموجود داخل تجويف العمود الفقري، الحبل الشوكي ده اشبه ما يكون بكابل الكهرباء بيوصل الاشاره من الدماغ الى بقيه اجزاء الجسم. فكون ان هو قادر يتحكم في اطرافه، فده دليل على ان الحبل الشوكي هنا سليم ما فيهوش اي مشاكل، وهنا حالته ان شاء الله مش مقلقه، ممكن ان احنا نقدر نعالجه. في الحاله ديت لما بنتدخل بدري بيكون المولود لسه طري، وبيكون سهل جدا تقويم العمود الفقري، او في حالات الكسور بيكون الشفاء اسرع لان المولود بينمو بسرعه. هنا انا استخدمت ماسوره رقيقه زي كده، ادوات بسيطه جدا، حتى انا قصتها بالمقص، ما كانتش متساويه الحواف، ولكن حاولت قدر الامكان ما يكونش فيها اي بروز او حواف تؤذي المولود. بعد كده ثقبت فيها 6 سكوب كل 2 مقابل بعضهم، وربطت في الثقوب ديت قماش، وانا فضلت ان انا استخدم قماش بحيث القماش ما يضغطش على بطن المولود. بعد كده وضعت على ظهر المولود ده قماشة سميكة بحيث ان هي تكون عازل ما بين الماسورة وما بين ظهر المولود، وبعد كده بدأت في وضع الماسورة على ظهر المولود، وربطت الحبال دي من اسفل القفص الصدري والبطن، يعني ربطتها من الاسفل بحيث ان هي تفضل ثابتة على ظهره. وهنا اصبح المولود قادر ان هو يتحكم في نفسه، حتى ان هو قام وبدأ في الرضاعة بسهولة جدا، وكان يعني رشيق حتى ان ما تحسش ان هو ظهره في تقوس. في الحالات دي غالبا المولود بيشفى بسرعة لان نموه سريع، والتغذية اغلبها على الكالسيوم من الحليب، وبالتالي في حالات الالتئام والشفاء بتكون سريعة. زي ما احنا شايفين هنا الحبال مربوطة اسفل البطن، والقماشة عاملة عازل بحيث الماسورة ما تكونش قاسية على جسم المولود. بعد ما شلنا الماسورة لاحظنا هنا ان المولود اصبح كويس بنسبة 70%، يعني لكن فيه لازال فيه تقوس بسيط جدا، او يعني بنسبة 30% فيه تقوس. هنا لو نلاحظ هنلاقي هنا بنسبة 90% تم شفاءه الحمد لله، ولكن لسه برضو فيه نسبة 10%. وهنلاحظ هنا في الشكل اللي قدامنا ده ان ما شاء الله هنا العمود الفقري بتاعه اصبح بنسبة 100% كويس، يعني مستقيم ما شاء الله، ولكن فيه ميل بسيط من اعلى العمود الفقري الاسفل، ويشبه يعني ظهر الحصان كده، ولكن ده في مواليد كتير بتتولد بالشكل ده بدون اي مشكله. دي طريقه بس بسيطه بادوات بسيطه، بحيث ان هي لو واجهتك مش هتحتاج فيها يعني تستعمل اي ادوات تشتريها، هتستعمل ادوات